وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم علم المواريث. وفي هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن موضوع مهم جدا، تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. ودليل إرثه قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما. Thank you.